خويا ما كاينش الساحة، كاين كل واحد تيخدم لوحده، ما كاينش الساحة ديال الأغنية المغربية. كاين إبداعات ولكن كاين تغييرات جذرية، وسببها هو الإعلام، لأن الإعلام إلا لاحظت حتى الآلة كانوا تيدوزوها ما بقاوش يدوزوها، لأن الأذواق تغيرت. وداك الشيء باش قلت لك الجمعية تتمكننا من الحفاظ على هوية عندها 1000 سنة ولا أكثر ديال الموسيقى الأندلسية. ولكن هذا لا يمنع هناك إبداعات. أنا عندي من آخر أعمالي واحد الألبوم راه تلقاوه في السوق، سميته الأندلس الآن، خديت الآلة وطورتها بطريقة عالمية. ولكن هذا لا يمنع، دائما عندي أعمال جديدة ودائما أصور ودائما. لا بزاف الفنانين كيتشكوا من التلفزة المغربية، واش سي نعمان منهم؟ لا 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 لا، بالعكس أنا من الناس اللي تنرفض 15 الدعوة وتنقبل وحدة. شوف التلفزة هي وسيلة، عمرها ما كانت هدف بحد ذاتها. الناس اللي تيعتبروا أنه التلفزة هدف خصهم يقلبوا على خدمة أخرى. خص تكون عندك خدمتك، والتلفزة هي وسيلة للإعلام. صحيح هناك عدة انتقادات يمكننا نوجهها لها، وتنظن أن هناك تغييرات قريبة إن شاء الله. والإشاعات شنو تكلمنا عليها؟ إشاعات حشيت نعيشو معاد، ما بقيناش نهتمو بها. جديد سينما عندي زاكورة، يلاه تصورت فيديو كليب، أغنية سميتها زاكورة تخرج في مارس، وعندي طنجة وعندي الصويرة وعندي سينمار، عندي واحد الألبوم سميتو آدم الإنسان توا كاين في السوق. انا نشيط جدا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.